نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى؟ نعم هو. ربنا يديك الصحة يا لالا. وإياك. وأنا من أنا بعد إذنك أنا كنت بعت لك على الحديث بتاع هذا فككك من النار، يعني اليهودي والنصراني الزبدة أو المسيحي. فهل أنا كنت عايز أعرف مفهوم الحديث ده إيه بالظبط؟ والله هو الأول طبعا التأويل فرع على التصحيح، يعني لن نبدأ الشرح إلا إذا صححنا، فسأجيبك الآن على فرض ثبوته لعلة أثيرت في السند، ما أدري تدخلت علي العلة الآن، هل في هذا الحديث أو في حديث مشابه له؟ على أي حال ورد عند تفسير قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أن كل شخص له مقعدان، مقعد من الجنة ومقعد من النار. فإذا دخل المسلم الجنة ودخل الكافر النار، ورث المسلم مكان الكافر الذي في الجنة، ورث الكافر مكان المسلم الذي كان في النار. هذا المعنى، وبالله التوفيق. طب بالنسبه لموضوع الفكاك ده، يعني هو كان مثلا كان المفروض يبقى في النار، هو ده انا شرحت لك بالذي اعلمه، لان انا متحفظ شيئا ما الى ان اثبت الحديث من ناحيه السند والمتن، لان يعني الحديث ده عموما، يعني الحديث ده يعني في ضعف في السند بتاعه؟ في علة هل يعني لا لا تعجل علي حتى تأخذ مني العلة الآن، إلا بعد أن أراجع لك الحديث من كل الجوانب.